السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أبدأها بأبرز العناوين. وزير الإسكان يؤكد استفادة 1665 مستفيدا من برنامج مزايا خلال عام 2020. وزارة الأشغال تقوم بتطوير وتجميل تقاطع الفاروق. وزارة الصحة تؤكد استمرار عملية التطعيم المضاد لفيروس كورونا وفق الحملة الوطنية للتطعيم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل التاسعة. أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا بلغ 1665 مستفيدا خلال العام 2020، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج منذ تدشينه قد بلغ 6485 مستفيدا وفقا للإحصائيات الصادرة عن قاعدة بيانات الوزارة. وأكد وزير الإسكان أن 1665 مواطنا من المستفيدين تسلموا وحداتهم في المواعيد المحددة بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل من البنك الممول، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير البرنامج. صرح المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن أعمال تطوير وتجميل تقاطع الفاروق بلغت 90,000 متر مربع. جاء ذلك خلال قيامه بزيارة تفقدية لمشروع تجميل تقاطع الفاروق المرحلة الثانية. وقال خلف إن الوزارة وضعت خطة عمل متكاملة لزيادة الرقعة الخضراء ومشروعات التشجير وتغيير الواجهات التجميلية في الشوارع الرئيسية في مختلف مناطق البحرين بالمزروعات من الأشجار التي تسهم في تحسين البيئة. أكدت وزارة الصحة أن عملية التطعيم المضاد لفيروس كورونا مستمرة وفق الحملة الوطنية للتطعيم. وأفادت الوزارة أن تحديد مواعيد التطعيم للراغبين في الحصول عليه يتم حاليا حسب المخزون المتبقي من الكميات التي وصلت لمملكة البحرين حتى الآن. وأضافت الوزارة أن ما تم طلبه من تطعيمات منذ أغسطس الماضي من قبل مملكة البحرين يفوق المليون تطعيم، إذ تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول التي تقدمت بطلب اللقاحات من الشركات المنتجة لها. تاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. توست ماسترز سيف يجمع الوطن العربي في ملتقى السيف الخطابي السادس.
أعلن الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن انتهاء المجلس من المرحلة التشغيلية لمشتل بابكو النموذجي لاستزراع نبات القرم بعد إنتاج قرابة 2000 شتلة. وأكد بن دينا أن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبل زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز العوامل المؤثرة على البيئة البحرية والبرية بشكل إيجابي تحتاج إلى تعاون وتكاتف مختلف المؤسسات. تحت رعاية الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، نظم نادي توست ماسترز السيف عبر برنامج زوم أضخم ملتقى في المنطقة للخطابة باللغة العربية تحت شعار ملتقى السيف الخطابي السادس، حيث أقيم الحفل وفقا للإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة لفريق البحرين لمحاربة فيروس كورونا. ويحرص النادي على إقامة هذا الملتقى سنويا لما له من أثر إيجابي ينمي مهارات الشباب العربي في التواصل والقيادة، وذلك وسط أجواء تعليمية وتنافسية للمشاركين. وحول تفاصيل هذا الملتقى ينضم معنا عبر الهاتف السيد محسن العسبول رئيس اللجنة التعليمية لملتقى سيف الخطابي السادس. أهلا بك أستاذ. يعني بداية، ما هي أهم المحاور التي تم طرحها خلال ملتقى سيف الخطابي في نسخته لهذا العام؟ أهلا وسهلا. طبعا في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة على رعايته هذا الملتقى للمرة الثالثة باستمرار. السنة كانت طبعا نسخة مختلفة بالنسبة للمحاور بسبب الظروف التي نمر فيها اللي هي جائحة كورونا. تم تغيير المحاور إلى محورين رئيسيين. المحور الأول تمثل في تقديم الخطب العربية والتي تقدم في مشاركة فيها 12 دولة عربية بما فيها مملكة البحرين. المحور الثاني طبعا هنا تم إضافة فكرة جديدة يعني لاقت استحسان الكثير من الدول العربية، وهي فكرة المناظرات العالمية. طبقت وتم مشاركة فيها 4 دول عربية: مملكة البحرين ومملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت. طبعا هذا ترك أثر إيجابي واسع على الدول المشاركة، مما يعني تم تناقل فيه الخبرات وأضاف إلى أعضاء النادي والمشاركين مهارات عديدة. نعم، يعني أستاذ ذكرت أن هناك مشاركات عديدة تمت المشاركة لهذا الملتقى، يعني كان هناك مشاركات خليجية وعربية. لو نتحدث عن نسب المشاركة في هذا الملتقى رغم إقامته إلكترونيا، كيف كانت مشاركة الدول الخليجية والعربية عبر ملتقى سيف الخطابي؟ نعم، طبعا في السابق الملتقيات السابقة كانت المشاركة مقتصرة على دول الخليج العربية. نعم. السنة توسعت الفكرة وتم التخطيط لها قبل 3 أشهر بأن تكون هناك فرصة للدول العربية. طبعا في البداية حصلت بعض العراقيل من حيث التواصل مع هذه الدول واختيار الأندية ومن هم المشاركين، وكان هناك في طبعا فارق الوقت وصعوبة حضور هؤلاء، ولكن بسبب جهود أعضاء النادي وقياداته تم تجاوز هذه العقبة يعني العوائق، وكانت المشاركة واسعة جدا يعني فاقت التوقعات. يعني كان الحضور ما يقارب إلى 450 شخص على 7 ساعات متواصلة. هذا شيء إيجابي جدا، ترك يعني لفتة للمشاركين بأن مملكة البحرين كانت سباقة في إقامة هذا الملتقى الكبير على دول على مستوى 12 دولة. نعم، يعني جهود تشكرون عليها سيد محسن العسبول رئيس اللجنة التعليمية لملتقى سيف الخطابي السادس، شكرا جزيلا لك. عقد المجلس البلدي الجنوبي اجتماعه الثامن لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث وافق المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة رقم 33 بشأن توفير كبائن ثابتة مع غطاء لحاويات القمامة في شوارع المحافظة الجنوبية.
كما وافق المجلس على تقرير آخر للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية. كما وافق المجلس البلدي على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بتخصيص عقار بمنطقة وادي البحير، وذلك لغرض إنشاء منتزه يخدم الأهالي. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. أخبار التاسعة، والمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة والقنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTVN Radio وموقع live.bh. شكرا لكم على طيب المتابعة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة. إلى اللقاء.